مباشرة من مدينة الرشيدية متابعي قناة شوف تي في، لحظة خروج تلاميذ البكالوريا من ثانوية تافيدات التأهيلية بعد اجتياز المادة الأولى من امتحان الوطني. الله يوفق جميع متابعي قناة شوف تي في، كيفما كنشوف بعض أمهات وآباء هاد التلاميذ اللي دعواتهم متابعي قناة شوف تي في مع الأبناء ديالهم. أكيد أن بعض التصريحات متابعي قناة شوف تي في اللي كيقولوا بأن مادة الفيزياء اللي كانت شوية قاسحة، كانت ايضا حاله بعض الحالات ديال الغش، لكن الحمد لله على المراقبه والمراقبه المجدده اللي كاينه للاساتذه، تبارك الله عليهم. الشكر موصول ايضا لكل متابعي قناه شوف تي في في هذا البث المباشر، والله يوفق كما قلنا، الله يوفق الجميع. ولاعاده قراءه العنوان متابعي قناه شوف تي في مباشره من مدينه الرشيديه، وهذه لحظه خروج تلاميذ البكالور تلاميذ الباك من ثانويه تاهيليه تافيلات بعد اجتيازهم الماده الاولى هي الفيزيك من الامتحان الوطني. اباء متابعي قناه شوف تي في وامهات بفارغ الصبر ينتظرون ابناءهم باش انهم يسولوهم متابعي قناه شوف تي في كيفاش دوزوا النهار الاول، تبارك الله عليهم. اكيد الله يخلي كل واحد لوالديه، واكيد متابعي قناه شوف تي في كنتمنوا للجميع حظ موفق. اكيد من جد وجد ومن زرع حصد. دعواتكم متابعي قناة الشعب مع كل تلميذ وتلميذة مع تلاميذ البكالوريا، وعلى ما يتضح الأمر متابعي قناة شوف تي في وهذا الأب المسكين اللي كيتسنى الإبن ديالو البنت ديالو، الله يوفقه ويوفق الجميع، لأنهم كلهم كيتسناو وليداتهم متابعي قناة شوف تي في باش أنهم يسولوهم كيفاش داز النهار الأول. أكيد متابعي قناة الشعب نتمنوا لهم التوفيق. شهادة البكالوريا متابعي قناة شوف تي في شهادة اللي هي الإنسان ضروري أنه يأخذها. الاباء ديال الاباء ابائهم وامهاتهم متابعي قناه شوف تي في اللي معلقين يعني الامل ديالهم ايضا حتى بالوليدات ديالهم، لانهم بغاو يشوفوهم في احسن حال واحسن يعني ويقراو يعني ويقراو مزيان ويوصلوا للمستقبل اللي بغاوه. وهذه اللحظات متابعي قناه الشعب، لحظه خروج تلاميذ البكالوريا من ثانوية التافيلات التأهيلية بعد اجتياز المادة الأولى من الامتحان الوطني. ديسك وضروري Thank you.
كلشي مزيان؟ كي دوزتي؟ ايوا اجي اجي لعندي، اجي نشوف، اجي نشوف واش مزيان، اجي لحدايا، اجي لحدايا انا، اجي لحدايا انا، اجي لحدايا، اشوف، اشوف، اجي لهنا، لهنا، لحدايا انا، ما غاديش تبان. قول لي غير دوز، كيفاش دوزتي واد؟ اخويا الحمد لله داز داكشي مزيان. الحمد لله. نتمنى من الله الخير. والحمد لله داكشي دابا الفيزيك دا شويه صعيب لا وفي الحقيقه وفي الحقيقه وفي الحقيقه كان فيه شويه الخدوع ولكن كان مزيان زعما ماشي الحمد لله لا الحمد لله اللونجلي ان شاء الله ان شاء الله هذا العام البكالوريا في الجيب ضر ان شاء الله تبارك الله عليك نتمنوا لك التوفيق ان شاء الله تبارك الله عليك نتمنوا له التوفيق متابعي قناه شوف تي في واللي كيقول لك ايضا ندوز داكشي الحمد لله كان واحد شويه صعيب لكن ولله الحمد شادو شاد سي الشيخ النوراني السوسي المغربي تبارك الله عليك شوف الفرق بين ولاد الرشيديه ولاد تاتات في المدن الاخرى المناطق الاخرى كنلقاو قال لك بعض العائلات كلها كتبكي قدام الثانويه وكل شيء كيترعد ولومبيلونس غاديه جايه والخلعه يعني كاينه كتكون عند معظم مجموعه ديال 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 التلاميذ لان احنا استقبلنا في اول يعني اول تلميذ في مدينه الرشيديه اللي هو حتى هو ربما واش مرض ولا شنو ولا تخلع لدرجه ان حاولوا ما امكن انه يقدر يكمل لكن ما استطاعش مشى يعني مشى لدارهم نتمنوا له التوفيق ان شاء الله الحمد لله نتمنوا الخير للجميع دعواتكم متابعي قناه الشعب مع الجميع واحد موفق ايضا للجميع ما كرهناش حتى حنا متابعي قناه الشاب اننا نشوفوا كل هاد التلميذات والتلاميذ هادو يعني الحمد لله انهم اجتازوا يعني المباراه الامتحان البكالوريا بواحد الميزه مشرفه الحمد لله وتعود المياه لمجاريها لاننا تعودنا متابعي قناه شوف تيفي تعودنا على اقليم الرشيديه انه كيكون المحطه الاولى والرقم الاول بالمملكه المغربيه العلويه الشريفه افتقدناها لكن الحمد لله نتمنوا عوده ميمونه لهذه الجهه ولهذا الاقليم بالذات. شكرا جزيلا لكل المتابعين ومباشره من مدينه الرشيديه وهذه هي لحظه خروج تلاميذ البكالوريا بعد اجتيازهم الماده الاولى فيزياء من الامتحان الوطني من الثانويه التافله التاهيليه التوفيق والسداد للجميع ونراكم متابعي قناه شوف تيفي في بث اخر وموضوع اخر باذن الرحمن